يبقى احنا تخسر يعني ايه تعاقب؟ تعاقب يعني حاجة تيجي ورا حاجة. فبنتكلم دلوقتي في البداية على إن عندنا there are two motion of earth، أو في حركتين للأرض. يبقى ال movement of earth include two movement، يعني حركة الأرض بتشمل حركتين، حركة حوالين نفسها وحركة حوالين الشمس. زي حركة الفنجال كده، ما سيف قال لنا إن لما بركب الفنجال، الفنجال بيلف حوالين نفسه وبيلف حوالين المركز الرئيسي او حوالين الدايره او الفنجان الكبير اللي بيبقى موجود ده. طب اللي عرفني ان في حركه ايه؟ بنلاقي ان السان سيم تو موف فروم ايست تو ويست، يعني الشمس بتبدو متحركه دايما من الشرق للغرب. بنلاقي ان كل يوم الشمس بتشرق من الشرق الساعه 6 الصبح او الساعه 5 ونص كده، بتختلف من فصل لاخر، وتلاقيها بتغرب الساعة 5 أو الساعة 6. يبقى إذا أول حاجة عايز أعرفها إن في كام دورة للشمس؟ في دورتين، دورة حوالين محورها ودورة حوالين الشمس. يبقى ليه الشمس بتبدو متحركة؟ لأن الأرض بتدور حوالين محورها وبتدور حوالين مين؟ حوالين الشمس. نكمل بقى مرة تانية، إيه الدليل على كده؟ ساعات نشوف الظل اللي موجود في الأرض، الظل بتاع الشجر او الظل بتاع اي جسم، نلاقي دايما ان الظل بيتغير، مرة يبقى قدامي ومرة يبقى جنبي ومرة يبقى ورايا. أي مكان يا مصر، نعم، بقول يعني إن هو الظل ده بيكون في أي اتجاه، فأي... قدام ورا كله. لا في اوقات يا سيف لو الشمس في ناحية الشرق يبقى ظلك ناحية الغرب. عكسي بقى، اه عكسك دايما، يعني ايه وقت الصبح كده هتلاقي ان الظل دايما بيكون قدامك، تبدأ بقى تتغير تلاقي الظل بدأ يبقى وراك. ده بيعرفني ان في حركة، بيعرفني ان في ايه، حركة للأرض وحركة للأرض حوالين نفسها وحوالين الشمس. لما نيجي نكمل مع بعض، يبقى الأرض كده لها دورتين هنعرفهم اهو قدامنا. There are two rotation of Earth. Rotation number one, rotation of Earth around the sun. وساعات بنقول عليها revolution. Revolution يعني دوران. يبقى دوران الأرض حوالين الشمس، وده بياخد 365 يوم وربع. يبقى it take 365 quarter. في كمان rotation of Earth around its axis، وده بياخد 24 hour، يعني بيسبب حاجة اسمها sequence of day and night. يبقى أنا عندي كام دورة كده يا شباب؟ دورتين، دورة حوالين نفسها ودورة حوالين الشمس. طبعا عندنا في حاجة اسمها محور الأرض، وده خط تخيلي بيمر بالأرض. ده يعني مش في خط حقيقي هنلاقيه موجود، لا بنلاقيه خط تخيلي. يبقى كده عندنا الـ Earth rotate around itself in 24 hour and مصر يعني خط تخيلي، لو محور الأرض يا أحمد، محور الأرض ده يعني إيه؟ بنتخيل إن إحنا هنقول أهو جبنا إبرة وحطيناها كده جوه كورة. ماشي. الخط التخيلي ده مش موجود، مش هلاقيه موجود. شكرا يا مستر. العفو. مستر ينفع تشرح اللي انت شرحته في الاول عشان ما كنتش ايوه الكلام ده موجودة كله في ساعة قبل ونص ما اخش؟ صح؟ حاضر حاضر، انا شرحت اول ما جيت يا جوز، بس هقول لو تاني. سمحت ساعة ونص. ماشي. حاضر. انا بنتكلم دلوقتي على مستر مفيش صوت. حاضر يا حاضر يا سيف. قلت نعيد تاني، نعيد تاني مرة تانية اللي احنا كنا بنقوله. بنقول كده ان دلوقتي عندي ان احنا عندنا لان النت عندك قوي يا سيف ما تقلقش. مستر بنقول ما دلوقتي كانش فيه صوت يا مستر. حاضر،
بنقول مرة تانية إن هنتكلم ماشي في الدرس الأخير في منهجنا اللي هو Lesson 2 Unit 1 على حاجة اسمها دوران الأرض حوالين نفسها ودوران الأرض حوالين الشمس، يبقى Rotation of Earth around the Sun. يبقى مستر، افتح صفحة كام؟ صفحة 112 يا جوجو. هنا كده سامعاني هنا؟ تمام، نبدأ بقى كده. كل الناس تفتح 112، اللي معاه الكتاب واللي ما معهوش الكتاب هيتابعني من الشاشة بتاعة الموبايل أو شاشة ال ماشي. هنعيد تاني كده. شاشة اللابتوب يا مستر. ماشي ماشي، هنعيد مرة تانية كده عشان خاطر في ناس داخلة معانا. هنا لسه داخلة معانا وجوجو عايزة الإعادة. بنقول دلوقتي إن إحنا عندنا دورتين للأرض، دورة حوالين نفسها ودورة حوالين الشمس. فبنقول إن السيليشيال بادي الستار والبلانت والمون are in continuous rotation، في حالة حركة مستمر. طبعا السن is a star، الشمس قلنا نجم. it seem bigger from another star because it is the nearest star to us. يعني الشمس هي عبارة عن نجم، بيكون أكبر نجم بالنسبة لي، ولكن هو medium لأن هو أقرب حاجة بالنسبة لي، يبقى nearest star to us. بالرغم من إن النجوم اللي موجودة عندنا بتكون صغيرة لأن هي بعيدة، وممكن تكون أكبر من الشمس لكن أنا شايفها بعيدة. لو جينا قلنا دوران الشمس، عندنا الشمس بتدور أو بتتحرك من الشرق للغرب. نصبح الصبح نلاقي الشمس في جهة الشرق، نيجي الساعة 5 أو الساعة 6 حسب الفصل اللي هي بقت في الغرب. طبعا في الحقيقة مش الشمس هي اللي بتتحرك، ولكن في الواقع أو in fact الإرث هي اللي بتتحرك. يبقى الأرض بتلف حوالين نفسها مرة كل 24 ساعة. زي المثال اللي سيف قاله لنا دلوقتي واللي انا قلته اللي هو الفنجال. يبقى الفنجال بيدور حوالين نفسه وبيدور حوالين ايه؟ حوالين الشمس. كلنا شفنا لعبة الفنجال اللي في الملاهي، لما بتيجي تركب الفنجال، لو انت مش عايز الفنجال بتاعك يلف، ساعات بتمسك حديدة كده في النص، عايز الفنجال يلف بسرعة، ممكن تسيب الحديدة دي او تلفها، تلاقي الفنجال الخاص بيك بيلف حوالين نفسه وبيلف حوالين الايه؟ الفنجال الكبير اللي محطوط في النص. يبقى الارض بتبدو متحركه من الشرق للغرب كل يوم. طب الدليل على كده ايه؟ في ظل، شويه نلاقي الظل قدام الشجره او ظلك انت قدامك، وساعات تلاقي ظلك وراك. الظل ده دليل على ان الشمس بتتحرك. والفكره دي يا حبايبي خدوها في عمل حاجه اسمها الساعه الشمسيه. مستر، ايوه يا هان، ممكن تعيد الحته دي تاني بقى؟ معلش عشان انا ما فهمتش. عيني يا حاضر يا هنون، عيني. ومثلا ينفع تترجم يعني ايه الساعه الشمسيه؟ يعني مش حاضر حاضر حاضر، هقول كل حاجه اهو. مستر، بنقول دلوقتي مره تانية ان الارض بتدور حوالين نفسها وحوالين الشمس. شبهناها، اقرب مثال ممكن يفهمك الدوره دي لعبه الفنجان اللي في الملاهي. بنلاقي لعبة الفنجال دي بتبقى انت راكب في الفنجال بتاعك نفسه، بتلف حوالين نفسك، وساعات لو الدوران ده زاد شوية تحس بدوخة كده. وفي نفس الوقت بتلاقي الفنجال ده وهو بيلف حوالين نفسه بيلف حوالين الفنجال الكبير او حوالين مركز اللعبة اللي انت راكبها دي، وهوريها لكم دلوقتي في الفيديو. فاحنا دلوقتي عندنا الارض فيها دورتين، دورة حوالين نفسها دي بتعمل الليل والنهار، ودي دورة يومية. يعني كل يوم نصحى نلاقي النهار جه 12 ساعة يعدوا علينا، نلاقي الليل جه، ننام الليل نصحى نلاقي النهار، وهكذا. فدي اسمها تعاقب. يعني ايه تعاقب يا احمد يا هاني؟ يعني معناها حاجة بتيجي ورا حاجة. تعاقب الليل والايه؟ والنهار. يعني الليل يجي ورا النهار، النهار يجي ورا الليل، وهكذا. في دورة كمان يا هنا، في دورة كمان يا جوري، دورة الأرض حوالين الشمس.
ودي بتعمل حاجة اسمها الفصول الأربعة. إحنا دلوقتي في فصل الخريف، قدامنا مثلا 3 أو 21/12 هيجي فصل الشتاء، يخلص الشتاء يجي الصيف، يخلص أو يخلص الشتاء يجي الربيع، يخلص الربيع يجي الإيه الصيف. بنلاقي في تعاقب في حاجة اسمها الفصول الأربعة اللي هي اسمها sequence of four seasons. يبقى بس بنقول مرة، نعم ها، لو عدى الفصول 4 كده تكون عدت سنة، برافو عليك يا سيف، كده عدت لو سنة، عدى الله ينور عليك. 30 ولا سنة. لا، سنة واحدة اللي هي 365 يوم وربع، ولو عدى ليل ونهار يبقى عدى علينا يوم. يبقى أنا ببدأ من الساعة 12 بالليل اليوم، أنتهي الساعة 12 بالليل تاني يوم، يبقى كده عدى علي 24 ساعة. يبقى كده الأرض لها كام دورة؟ دورتين، دورة حوالين نفسها ودورة حوالين الشمس. يبقى الـ Earth rotate around its axis أو itself every 24 hour، وده بياخد day and night، بياخد يوم، هنا دي معناها نهار وليل. وكمان الأرض بتدور حوالين الشمس في 365 يوم وربع، وده بيعمل لي حاجة اسمها a sequence of four seasons. هنا وجوري كده لسه داخلين معايا، فاهمين النقطة دي؟ أسمع صوتك يا هنا. تمام، لو مش فاهمها عيدها تاني، مفيش مشكلة عندي. يبقى الأرض عندها دورتين، دورة حوالين نفسها ودورة حوالين الإيه الشمس. حوالين نفسها بتعمل الليل والنهار، وحوالين الشمس بتعمل الفصول الأربعة. عشان كده بنميزها. مستر، أي اتفضلي. هو احنا هنعيد على الميجرينج تولز وده كله امتى؟ هنعيد الأسبوع الجاي، هنبدأ في المراجعة من الأول. أنا كده آخر درس عندنا، وهناخد بقى الدروس تاني من الأول وجديد من الأسبوع الجاي إن شاء مستر الله. يعني نفتح صفحة كام في الملزمة؟ أنا 112، أنا 112 في كتاب المعاصر. أنا عايز بقى الملزمة بتاعتك. حاضر، الملزمة أشوفها لك يا سيف. آخر درس يا سيف عندك؟ آخر صفحة يعني، لا مش آخر صفحة، هتلاقي الدرس صفحة الرابع. هقول لك الصفحة. مستر هي ملزمته مختلفة عن ملزمتنا. لا هي هي مستر صفحة 112 ونهايته لغاية نهايته وعايز لغاية الملزم. صفحة اه قلت النت قطع، صفحة 117 هي دي اللي فتحتها أصلا. صفحة 45 يا سيف. ما فتحها أصلا. تمام، نكمل بقى مع أصلا بعض. فوجئت بقى، يعني هو الحوار ده مش هيحصل إلا لما ميسي يكون موقف من الذين لسه ما تتأخرش سنة. هي مش عندي صفحة 45، هي 46. ماشي 46. نكمل بقى مرة تانية. يبقى بنقول ليه لو جانا في الامتحان ليه تعاقب الليل والنهار، sequence of day and night، ليه؟ لو قال لي sequence of day and night هقول له because earth rotate around its axis in every 24 hour. لو قال لي ليه مستر تعاقب، اتفضل. بس حتى لو يعني لو احنا مش عارفين امتى الليل امتى النهار في الـ اسمه ايه ده على الكوكب، احنا ممكن نجيب نموذج الكرة الأرضية ونجيب نور ايوه ونوجهه، ونص الكوكب هيكون مظلم ونص الكوكب التاني هيكون يعني منور، معناها كده يعني زي الشمس لما تكون على نص الكوكب برافو عليك. قصدك زي الصورة دلوقتي؟ انت سبقتين، انا لسه هعملها اهو. بصوا كده، انا جبت حاجة بسيطة اهي. لو انا ما عنديش كرة، انا جبت ليمونة اهي، والليمونة دي جبنا هنا ابرة اهي. الابرة دي هتمثل محور الارض، شايفينها كده؟ و مستر بس محور الأرض ده حاجة خيالية. ايوه، ما انا هي حاجة خيالية، بس ما احنا هنشبهها بقى بالابرة دي. يعني طيب هنشبه محور الأرض بالإبرة اللي عندنا دي. هنشوف كده مع بعض الإبرة إزاي أهي. مستر مش شايفك يا مستر.
اهو كده شفتوني؟ ايوه كده اشتغلت. تمام اهو. بصوا كده هنعمل حاجة كده، نموذج تخيلي. هجيب الإبرة دي اهي اللي هي قدامي هنا اهي، واحطها في الليمونة كده اهي، بس هحطها بميل كده عمودي. لو انا حطيتها كده بقت عمودية. انا هحطها مستر ممكن نجربها بعد الحصة؟ جربها في كرة او في ليمونة براحتك، ونبدأ نعديها من الليمونة اهي. بصوا كده، طبعا هي جايه عندكم معكوسه، يعني هي ايه، محور الارض اهو، مايل اهو كده. محور الارض بنقول عليه ايه، محور مايل. يعني ايه محور مايل؟ قسم نص الارض او قسم الليمونه النصين اهو، نص كده ونص ماما كده. اقفل اقفل الصوت يا احمد وانت بتتكلم. في عندنا بقى عمل ايه، بنقول مره تانية. يبقى هنا ادي نص الليمونه اهي، بقى في نصين زي جوري ما قالت، وفي نص تاني اهو. بس بنلاحظ ان النص ده بيكون اكبر من النص التاني، لان ده المحور ايه، يعني لو جينا بصينا كده هنلاقي نص اكبر من نص تاني، لان المحور مايل. المحور ده خط تخيلي بنقول عليه انريال، يعني انا مش هلاقي خط كده في الارض موجود مارر من النص الكرة الشمالي رايح لنص الكرة الجنوبي. ولكن الاجز اوف ايرث ده بيقسم الارض النصين، النصين دول ماله نص شمالي ماله ونص جنوبي. يبقى انا عندي كده في نصين، نص شمالي ونص ايه، جنوبي. مثلا احنا لو كنا جايين في الكرة الأرضية مثلا بنتمشى، لقينا بقى العمود ده لو كان حقيقي يا نهار أبيض. لو كان حقيقي كنت هتتصدم بيه طبعا. طيب لو جينا بصينا مثلا، هليك تعليقات. لو جينا هنا بصينا على الليمونة، الليمونة دي احنا وجهنا لها الضوء مثلا انا اهو. مشغله الصوره علشان تمام اهو بالظبط كده. وكل فاتح الكاميرا. جوري مشغلينها في الصورة اهي عشان نشوف. لو احنا وجهنا كده الكشاف نحو الضوء اهو، هنلاقي ان نص الليمونة منور. شايفين الشعاع اللي جاي من الكشاف؟ هنا عندنا نص الليمونة ايه، منور. يبقى هنبص مرة تانية كده، انا هضل من النور خالص واشوف ايه اللي هيحصل اهو. نبص كده على الليمونة اهي اهو، شايفين كده؟ انا عندي نص الليمونة منور ونص الليمونة التاني مضلم. وجوري عاملة لنا الكتاب اهو قدامكم، اللي يشوف صورتي ويشوف الكتاب بعد زي كده. الفل بالظبط. اي اهو، لما اجي الف بقى الليمونه دي، النص اللي منور هيبقى مستر مضلم. ممكن تحكي يا مستر اسلام خرجت؟ هقول تاني اهو، انا دلوقتي بقول عندي ليمونه ومررنا فيها محور الارض. طبعا الصوره جايه عندكم معكوسه، يعني انا عندي الابره نحو الارض، نص الليمونه اهو انا موجهه نحو، ادي الكشاف اهو، ده هيمثل عندنا الشمس، ده كشاف من الموبايل اهو. لو انا وجهته نحو الضوء اهو بالشكل ده كده، هيظهر عندي الليمونه منوره، النص منور اهو. طب لو انا لفيت الليمونه كده، النص اللي منور هيبقى مظلم والمظلم هيبقى منور. ده اللي بيحصل عندنا في الارض، ان بارت از داي اند انذر بارت از نايت. يعني انا دلوقتي قدام الشمس حبه نهار، ودول تانية عندها ليل. يبقى ممكن دلوقتي احنا عندنا ليل اهو، اتصل بحد في امريكا لا عنده النهار، او الساعه دلوقتي مثلا 8 الصبح عنده. يبقى في اوقات يكون في نهار وفي اوقات يكون في ليل. طب لو احنا في مصر هنا في نص الكره الشمالي، هيبقى عندنا ليل دلوقتي. نلف الارض دي، نلف نلف نلف، تتحول الى نهار، والليل يتحول الى نهار، واللي كان عنده نهار يتحول لليل. فهمنا الفكره؟ مستر الليل كم ساعة؟ احنا قلنا بتختلف من فصل لفصل. الخريف والربيع بيكون اليوم قد النهار او الليل قد النهار، يعني 12 ساعة و12 ساعة. في الصيف هنعرف ان النهار بيكون طويل شوية. في فصل الشتاء الليل بيكون طويل، هنعرف ليه دلوقتي. يبقى فهمنا فكرة محور الأرض؟
مثلا عارف ليه في الشتاء بيبقى طويل؟ عشان بيميل، ها، بليل طويل. ليه؟ لان محور الارض بيكون بعيد عن الشمس. ايه المحور ده عشان اهو بيكون بعيد عن الشمس، يعني بيبقى عامل كده اهو. احنا بنكون بعاد عن، لو الشمس هنا اهي، تخيل ان دي الشمس، الايدي دي الشمس، لو كده يبقى ده صيف اهو، احنا قريبين من الشمس. طب كنت بتحول حاجة تانية. لو لفيناه كده بقينا بعاد عن الشمس، بقى كده ايه؟ بقى كده بنقول عليه شتاء. يبقى ما نقرب من الشمس يبقى صيف، نبعد عن الشمس يبقى ليل، او يبقى شتاء. أنا كنت هقول في الشتاء الليل بيبقى طويل عشان في الليل بيبقى الجو برد واحنا في الشتاء برد، وفي الصيف الصبح بيبقى الصباح بيبقى طويل. ماشي، هو ده احد الانشطه، ان احنا ربنا مدينا في الصيف بيبقى الجو حلو، فبيليل الساعه 7 عشان انت تمارس الانشطه بتاعتك، ولكن في الليل او في الشتاء بيكون الجو برد في النهار، فاحنا محتاجين لدفء شويه، فبنبدا يكون الليل اطول كده. فهمنا محور الارض معناته ايه؟ يبقى لو جانا في الامتحان اختياري محور الارض بنقول عليه نوت فيرتيكال، او بنقول عليه انكلاين. انكلايند يعني أستاذ يعني مايل. ها، هسألك بقى، في النظام الشمسي في بعد كوكب بلوتو يعني بعيد عن النظام الشمسي اللي هي الكواكب، في كوكب اسمه كوكب إكس؟ كوكب اكس؟ آه لا، ما هو اللي اعرفه ان في كوكب اسمه بوتو، ده اكتشفوه جديد، لكن وفي انت كوكب جبتها تاني، من اسم الكوكب. وفي كوكب اسمه كيبلر، لكن كوكب اكس ده ما قريتش عنه. جايز يكون في كوكب اكس بس لسه ما نزلش على الـ على الـ على الكتب بتاعتنا يعني. نشوف مع بعض ده مرة تانية. مش هو هما ليه ما حطوش الكتب الجديدة اللي بتاعت سنة رابعة؟ ليه ما حطوش؟ مش ليه يعني ما مش زودوا الحاجات؟ ما هو الاكتشافات العلمية يا جوري لما بتنزل، ما لازم تقعد سنتين تلاتة أو عدة سنوات عشان يثبتوا صحتها. يعني مستر شفت يا مستر على النت يا طب مستر ثواني يا كل أحمد، كوكب أرد على زميلتك وبعدين أسأل. مستر. فالوقت ده بياخد فترة عشان نثبت الكلام ده. اتفضل يا أحمد يا هاني. طيب أحمد بشوف له كل كوكب يا مستر، ليه كوكب تاني بس اصغر منه ده قمر مش كوكب، كل كوكب ليه قمر. مستر. قمر. طب نكمل درسنا بقى. مستر فوق، استنى اقول حاجة كمان بس اتفضلي ثانية. اتفضلي يا جوجو. انا الاول يعني هو مش مفروض ان ضوء الشمس قوي فممكن اللي هو ياخد حتة يعني مش نص نص الارض يعني اللي هو يكون المعمول؟ ما احنا عندنا هنا يعني اكبر من نص، بص كده على الصورة اللي قدامك، هتلاقي ان في بعض الاحيان اكبر من النص، يعني ممكن جزء كمان من نص الارض التاني. ما هو المحور ده مش قاسم الارض بالظبط، مش بنقول عليها يعني ممكن تكون نص الارض وجزء من الايه، من النص التاني، عشان كده بنقول مثلا النهار هو ده يساوي الليل. ايه اسم الكوكب اللي انفجر ده؟ ما فيش كوكب انفجر ولا حاجة، هو كوكب بلوتو هم طلعوه من التصنيف بتاع الكواكب، لان لو هو اصغر من خمس حجم بعدها الارض، مقتل كليوبي. اصغر من خمس حجم الارض، لكن هو ما انفجرش ولا حاجه. هنقول ثانية. حاضر يا سيف، اتفضل. ايه انا شكلي عرفت هو جاب منين كلمة كوكب اكس دي. جابها منين؟ هو جابها من اسم قناة اللي هي اسمها سي ان. ماشي، ممكن يكون نزل في اي مكان، نزل في ناشونال جيوغرافيك. المهم بقى خلينا في ايه، في درسنا، وبعد كده الاكتشافات الجديده احنا ممكن نقراها مع بعض او نشوفها او نبحث عن النت عليها. اللي انا امبارح شفت كوكب اكس ده على القناة دي. خلاص انا هبحث عنه، ولو كده انزل لكم فيلم عنه ان شاء الله المره الجايه. نشوف بقى طيب مع بعض. يبقى اذا عشان ما انتهش، ان الارض لها دورتين، دوره حوالين نفسها ودوره حوالين الشمس. يبقى هنا روتيشن of Earth around it axis و revolution of Earth around a sun. طبعا العلماء بيميزوا ما بين الروتيشن، بيقولوا ان الروتيشن حوالين نفسها، والريفوليوشن حوالين الايه، الشمس. عدد ساعات النهار لا تساوي عدد ساعات الليل. انجلترا ما كانتش عايزة.
يبقى لو جالنا في الامتحان ليه ال day and the night not equal in four seasons، هنقول هنا because the axis of earth is inclined، لأن محور الأرض بيكون مايل. طب لو جالنا سؤال what happen if the axis of earth is vertical، يعني لو كان محور الأرض vertical يبقى ال day and the night are equal in four seasons، كان الليل هيساوي النهار في الفصول الأربعة كلها. ماشي كده؟ يبقى نشوف في الصورة اللي هم حاطينها، حاطين برضو دبوس. اه ما هو دبوس، ما هو الدبوس ده يا هنا ماشي. أختي انا جوري، انا جوري. ماشي ماشي يا جوري، الدبوس ده بيمثل محور الارض اللي انا عملته لكم، يعني انا قلت لكم ان الدبوس ده او الابره دي يا بس عشان الراوتر هنا حلو، ماشي هنا حلو فدماغ. طب عادي ممكن تقعد جنب جوري، بس اقفل، بس اقفل المايك بتاع جوري واتكلم بس وهي تتكلم ساعه ال ما تعوز تتكلم. احنا قلنا يا جوري شكله مش الراوتر بتاعك قوي، يبقى هنا دي الابره دي هتمثل ايه؟ هتمثل محور الارض، والليمونه هتمثل الارض نفسها. لما اغرسها كده كان انا عملت كده محور للايه؟ للارض اهو، واضحه كده المحور. بس هو احنا زي ما سيف قال لنا المحور ده مش حقيقي موجود، لو كان موجود حقيقي كان زماننا اتخبطنا فيه او حصل كوارث نتيجة لوجود المحور ده. بنقول بقى عندنا الليل لا يساوي النهار ليه؟ طبعا because the axis of earth is inclined. الليل بيكون أطول في الشتاء والنهار بيكون أطول في الصيف. يبقى day longer than night in summer والday shorter than in winter. في الربيع والخريف الاتنين بيساووا بعض. هنا كده فاهمه ولا عيد تاني؟ لا لا عادي فاهم. تمام، لو في حاجه واقفه معاك قولي لي الله يخليك. يبقى هنا بنقول سؤال كده مع بعض، the rotation of earth around eight axes. rotation of earth دوران الارض حوالين محورها بيسبب ايه؟ طبعا بيسبب sequence of day and the night. طب دوران الارض حوالين الشمس بيسبب ايه؟ rotation of earth around the sun sequence of four seasons. الفور سيزون مقصود بيهم سمر وينتر اوتام وسبرينج، دول الاربع فصول عندنا. نقولهم كده مره تانية. حاضر يا محمد هرد عليك. يبقى احنا عندنا دلوقتي في فور سيزون، اول حاجه سمر، يليها عندنا اوتام، يليها بعديها وينتر، وينتر بعديه حاجه تانية بنقول عليها باسم الوينتر، بعديه السبرينج. قول يا محمد سؤالك. مستر انت عامل لها امتحان ولا تدينا الاول في المدرسه الدرس الاخير في المنهج؟ هناخد الدرس الاخير الاول وبعدين ناخد امتحانات بقى. نشوف بقى مع بعض مره تانية. يبقى نقول مره تانية عندنا الروتيشن كده، واسمع هنا كده تقرا لي الجزء ده. قولي لي كده هنا من على الشاشه، الارض بتدور حوالين نسمع هنا بقى لان لغتها حلوه وصوتها ويعني في اللغه بتكون كويسه. فنسمع هنا وهي بتقول لي دوران الارض، اتفضلي يا هنا. The earth rotate، لو عايزه تقريها من الكتاب هنقرا من الكتاب صفحه 112 112 يا هنا. المخطط لحظه يا مستر، هقرا دي هقرا دي دي. اتفضلي ماشي يلا. مستر فول بعديها؟ حاضر يا جوجو. عيني مستر ينفع سؤال؟ نسمع بقى يا سيف لو سمحتوا بعد ما يخلصوا هسمع سؤال. ها طب بص يا مستر، هو انا هقرا دي ولا هقرا واحده ثانيه؟ اقرا لي المخطط يا هنا اللي هو ذا تايب اوف موشن. ايوه اللي انت حاطه صبعك عليه ده تايب اوف موشن، تحت شوي اهي. ايوه تايب اوف موشن، ايوه دي. The type. The type of motion of the earth. تمام ها. Rotation. The rotation of the earth around itself, its axis. تمام ها. The revolution. The revolution of the earth around the sun. تمام، كملي لي بقى الصفحة اللي بعديها. Revolution of earth around itself. The earth
كونسيستا. نقرا مع بعض صفحة 113 كده. جوري نعم اتفضلي اقري لي روتيشن اوف ايرث اراوند اتسلف. The Earth consists of two hemispheres, which are northern hemisphere. أيوة. Where Egypt lies. كمل. Where Egypt lies. تمام. Southern. لا هو عندي حاجة southern hemisphere. The earth rotates around itself. It inclined axis once every 24 hours on day. The size of the earth that faces the sun during the rotation becomes bright over day, while the other side becomes dark or night. تمام. طيب يبقى برافو عليك يا جوز. لا خلاص that is enough. ايوه اكسلنت يا جوز. البحر الاحمر بمتوسط. طيب جوري اقفل المايك بقى عشان ياسين بيتكلم جنبك. يبقى هنا الارض بتتكون من تو هيمسفير، قلنا نص الكره شمالي ونص الكره جنوبي. الارض طبعا بتدور حواليها في محور بنقول عليه محور مايل، عشان كده محور الارض ده بيخلي الليل لا يساوي الايه النهار. احنا مصر بتقع في نص الكره الشمالي، ومعنى انها بتقع في نص الكره الشمالي يعني احنا ممكن يكون عندنا ليل، وبالتالي الجزء الاخر هيبقى عندهم نهار. لو احنا عندنا نهار الجزء الاخر هيكون عندهم ليل. يبقى احنا عندنا ليل يا مستر. تمام. محمد سلامه بقى يقول لي امتى يكون عندنا نهار. محمد يلا اتفضل قول. طيب محمد قاعد سرحان. ها افتح مايكك يا محمد يلا. مستر فاهم اقول؟ لو الفيس او بارت اوف ايرث فيسز سان هيكون ايه؟ قولي يا جوجو. When the face of the earth بص انا مش عارفه معناها بالانجلش، انا عارفه بالعربي. قولي بالعربي. لما ثانيه بسيطة خالص. امتى بيجي امتى بيجي الصبح؟ لا لما حتة من ال الارض بتكون في وش الشمس. تمام. ما هو ده اللي انا عايز اقوله. لو انا واجهت الشمس هيبقى نهار. طب انا بعيد عن الشمس هيبقى ليل. هيكون ليل. طب نقول بقى مرة تانية، بنقول تعاقب الليل والنهار عرفنا بيكوز ايرث روتيت اراوند 8 اكس sequence of four seasons earth rotate around the sun in every year. يبقى ده اللي انا عايز الخصه في الدرس ده، ان الارض لها دورتين، دوره حوالين نفسها ودوره حوالين الشمس اللي احنا بقالنا ساعه بنقوله فيها. يبقى هنا الارث rotate around itself بتدور حوالين نفسها in 24 hour. The earth rotate around the sun in 365. نشوف الأسئلة كده اللي قدامنا دي. يلا يا سيف. الـ Earth rotate around 8 eggs. It causes what؟ مستر احنا في صفحة كام؟ احنا في على الشاشة كده دلوقتي. مستر في سؤالين على الشاشة هم. ها اتفضل يا سيف جاوب. أحل الاثنين؟ هحل واحدة بس. لما طيب. الأرض تدور حوالين محورها بتعمل إيه؟ مستر الشاشة كل شوية بتعمل.
طب قول يا سيف اهي. انا مش شايف حاجه، شايف وشك انت بس. بس ربنا يخليك يا سيف. وانا رقر يا مستر. حاضر هجيب لكم الشاشة التانية، ثاني بس اضيف رغد وبعدين اجيب الشاشة. مستر صورتي جت عندك؟ لا بعتها لك. منورة، وش منور اهو. لا قصدي يعني اللي هي رفع الايد ديت. عندي انا، عندي انا يا عندك سيف. انت؟ طب استنى، ايه اللي جات لك دي دلوقتي؟ ماشي بتاع كده بتاعت سيف، عيد ميلاد. سيف احنا مش فاتحينها حوار، احنا فاتحين طيب درس. اي جت يا مستر؟ خلاص جاي. بس يلا جاوب. ها ها، انا مش عارف دي. عشان مش منتبه لي انت. قلنا من ساعتها لما الارض تدور حوالين نفسها بتعمل ايه؟ بتلف حوالين الشمس. تمام. ايوه بتعمل ايه لما تلف حوالين نفسها؟ بتعمل بتعمل ايه؟ اتفضل قول يا جوري. لما الارض تدور حوالين نفسها بتعمل ايه؟ ليل ولا مستر؟ النهارده النهارده وحشين خالص، وهطلع انا من الجروب دلوقتي. دي اند نايت يا مستر. نقفل المايك ونرفع ايدينا قبل ما نجاوب. دي اند نايت. دي اند نايت. تمام. الحمد اللي عليه لله الدور يجاوب هو اللي يجاوب بس. هدايا في الزوم. تمام. وتسقف هدايا في الزوم. اقول لك السؤال الثاني، روتيشن اوف ايرث اراوند سان، ده قلنا بيسبب سيكونس اوف فور سيزون، تعاقب الفصول الاربعه. السؤال الثالث، الارض بتدور حوالين محورها مره كل 24 اور، كل 24 ساعه. السؤال الرابع، الارض بتدور حوالين الشمس كل 365 يوم وربع. اخر حاجه عايزين نقولها قبل ما نشوف مقطع فيديو كده، الابيرنت اوف اوربت ان سان، طبعا ليه النهار بيكون اطول من الليل في الصيف؟ علشان المحور الظاهري او الاوربت اوف ذا سان ان سمر لونجر ذان اوربت ان ذا وينتر. يعني المحور الظاهري للارض حوالين الشمس بيكون قريب من الشمس عن المحور الظاهري في الشتاء. بمعنى اخر ان محور الارض بيكون مايل نحو الشمس في الصيف، بيكون بعيد عن الشمس في الشتاء. كده خدنا الدرس كده مستر. اتفضلي يا هاني. هو احنا لو هنطلع السما يعني لازم ممكن نطلع بصاروخ ولا لازم ولا نطلع بطيارة عادي برضو؟ لا طيارة ما تطلعناش يا هنا، لازم حاجة تتغلب على الجاذبية، واللي يقدر يتغلب على الجاذبية لازم سرعته تكون عالية جدا زي الصاروخ. صاروخ الفضاء. اللي هو بنقول عليه مكوك الفضاء، بيبقى مثبت على الصاروخ وده بيطلعنا بره الأرض. المكوك الفضائي اللي يا مستر اللي هو عامل زي القرطاس المتشقلب زي الإزازة كده. لا المكوك زي الطيارة بالظبط بس كبير شوية، بيكون زي الطيارة. نشوف كده مع بعض فيديو على دوران الأرض ودوران الشمس حوالين دوران الأرض ودوران الأرض حول نفسها وحوالين الشمس. نقفل بقى المايكات بتاعتنا، احنا كنا قلنا الحصة اللي فاتت انتوا حلوين وقافلين المايكات وبنتكلم بإذن، فنقفل مايكاتنا، واللي عايز يسأل قبل ما يسأل يعمل ريز هاند وأنا هقول له اتفضل اتكلم. النظام في الزوم اهم حاجه، نجاح الزوم وفهمكم ليه ان انتوا تكونوا منظمين. مستر الفيديو مش باين. انا لسه بجيبه اهو، دي واحد هفتحه. مستر الفيديو هيكون عن ايه؟ عن دوران الارض حوالين الشمس ودوران الارض حوالين نفسها، الجزء اللي احنا لسه قايلينه اللي هو الدي اند نايت، اللي هو زي يعني اللي هو كان بتاعت الفنجان. شبهها كده بس احنا مش هنجيب بتاعت الفنجال بقى.
انا مين اللي هنجيب بيرفع ايه؟ اتفضل، مين اللي رافع ايده؟ نشوف بقى الفيديو كده مع بعض. نصر هو ظهر بس الشاشة سودة، أدي هتظهر. بدأت تزرق. اصبر يا سيف ثانية. Day and the night con keeping كونسبت كونسبت on keeping. إيه ده؟ قالها منيون عارفهم. إيه ده يا مستر؟ ثواني عشان تفهم بقى، هنا مشبهين منيون اهو، والتاني ماسك كشاف كده في ايده اهو، دي دوران الارض اهي، دي طبعا كرات الارض اللي عندنا. يا عم المنيون الصغير ايه البرميل هو When the sun shines, it can only shine half of the earth because the earth has a round shape. As a result, half surface of the earth will be light and the other half will be dark. So if you are living in Australia, when it faces and get the light from the sun, it will be daytime. But when it overshadows and do not get any light from the sun, it will be nighttime. So the sun is actually not going anywhere. The day and night is actually... نعم يا جوري. Another example is when... حاضر حاضر، أنا متابع الفيديو بس لما يقول يا جوري. هو المفروض احس تخلص امتى، وانا مش فاهمه اللي هو حته ان الارث بيقول فراوت اتسلف. انا بعيدها اهو تاني اهو. طب بص كده معايا في الفيديو ونعيدها تاني كده وهتوضح لك اكتر. بس هو انا مش فاهم الحته اللي بيظهروا في، ايوه اللي بيظهروا هما الاثنين حاضر دول فيها، حاضر. هما ليه جايبينهم اصلا؟ هو هنا في الجزء ده بيقول لي ان الارض راوند شيب، هتبدا الشمس تظهر هيبان هنا نصين، نص بيكون منور ونص بيكون مظلم. النص اللي منور يا جوري بيكون نهار، والنص اللي مظلم بيكون ليل. فبيقول لي لو استراليا فيها نهار ماشي. هتكون النص التاني ليل. افريقيا يعني، انا عندي مثلا دول الامريكتين باينين قدامك في الفيديو اللي هي نورث امريكا وساوث امريكا. لو ساوث امريكا ونورث امريكا فيهم نهار يبقى احنا عندنا في افريقيا هيكون ليل والعكس. اتبه بقى كده للفيديو، شايف شايف الروتيشن؟ يا ريت بقى بلاش كلام واحنا بنعرض الفيديو. ادي هاف، بيقول لي هاف faces to the sun and another part او another half doesn't faces to sun، يعني جزء مواجه للشمس وجزء غير مواجه للشمس. الجزء المواجه للشمس هيكون day and another part هيكون night. So if you are living in Australia, when it faces and get the light from the sun, it will be daytime. بيقول لي بمعنى آخر يا جوري، لو أنا قاعد في أستراليا، if you live in Australia and you faces the sun, this part or this period is called the day. يعني لو قاعد أنت في أستراليا وناحيتك الشمس هيكون هنا في نهار. But when it overshadows and do not get any light from the sun, it will be nighttime. لو احنا اتحركنا وبدأ الظل بتاع الشمس يبقى مكان موجود على جزء تاني، هيبقى استراليا بقت ليلة اهي. شايفة دي كده؟ استراليا هتبدأ تبعد عن الشمس وهتبقى عندها ليل. So the sun is actually not going. مستر ممكن سؤال؟ طب نستنى دقيقة وبعدين نسأل. It's actually caused by the rotation of the earth. اهو اهو، ده بقى الايه الشكل اللي عندنا زي الليمونه اللي انا عاملها دلوقتي. طبعا هنا هو اسمه ايه يا سيف؟ ده بتقول اسمه ايه؟ الميني. الميني ماشي. هو هنا مشبه لك الميني ده لما يقرب، لما يقرب من الكشاف
هيبقى نهار والناحية التانية مظلمة اهي. طب يعني حلو، كأنه هو الكرة الأرضية. كأن هو الكرة الأرضية، مش هبهولك بالكرة الأرضية يا سلام يا عم المنيو رايق انت، أهو. عمال ايه إيه؟ ضحكته هو المرعبة. مرعب، هو شكله مرعب كده ليه بس؟ طب والمنيو التاني اللي هو لابس، قصدي شايل حاجة بتاع كده، ده كده بالنسبة ليه؟ اها فيديو تاني. جوري فهمت الفيديو اللي فات؟ كده عرفتي ما معنى الليل والنهار؟ واضح شوية؟ طب مستر هلا يعني يعني لما الكوكب بيلف حوالين نفسه معناها ان هو لما بيلف وجهه للشمس. لما يواجه الشمس هيبقى نهار، يبعد عن الشمس يبقى ليل. بص على الفيديو التاني. اتفضل يا احمد يا هاني. اسم يا مستر احنا شايفين ان الارض قريبه من الشمس، وهي في المجموعه الشمسيه الشمس بعيده عن الارض شويه. ايوه، ايه المشكله يعني؟ انت مجمعين يعني الحاجه الوحيده يعني مرسومه يا مريم. محمد فرنسيه الارض جنب الشمس هي بعيده عن الارض. جوري اقفل المايك يا جوري لو سمحت. تعاونت الدولة الصينية قول يا ها. يعني يا مستر هو مرسوم ان الشمس قريبة من الارض، بس هي في الاساس ان الشمس بعيدة عن الارض. ايوه دي تجربة يا احمد، التجربة عايز اوضح لك بيها المعنى. هو انا دلوقتي عشان اعمل تجربة هحط الارض في البيت واروح بيت تاني اعملها؟ فلازم اوضحها لك ان هي لازم، هي في الحقيقه هي مش قريبه قوي. ماشي، انتصر نابليون على اخوته. طيب نكمل بقى الفيديو. شايف حاجة رئيسية إن أنا شايف حاجة رئيسية اللي هي العلمية. استثنى لما الغاية دول القاهرة بعد ما يا جوري يا جوري أنا سامع صوت ياسين. لو سمحتوا يا جماعة بعد ما نخلص نقفل المايك عشان الحوار اللي جنبنا ما يسمعوش. It's clear to me. But why do we have days and nights? To explain that, I need to use my magic wand. Where are you? It's so dark. I can't see anything. Wait, I'll switch on the lamp. ستين رغد داخلة معانا. يا مامي. You are the earth and the lamp is the sun. Okay. هو هنا بيقول انا شايف الان وشي منور وانتي، وهي لابسه نموذج الكره الارضيه. فهنا بتقول له ان الكشاف ده يمثل الشمس، طبعا الناحيه التانيه مظلمه. يعني بيقول لي ان الضوء ساقط على وش زميلي فقط، يبقى ده دي. طب هو هنا بقى هيبعد. الجزء هو لف حواليها فأصبح الجزء ده هو ليل. ها كده بقى نهار. تلف بقى نهار ولا rotation of the earth causes day and night. If you
look at the globe, you will notice that India and United States are on the opposite sides. So, when it's day in United States, it's night in India. And when it's night in United States, بيقول لي ايه هنا بقى في الجزء اللي قاله؟ بيقول لي لو في نايت في الهند هيبقى في نهار في اليونايتد كينجدم او في الولايات المتحده، ولو في الولايات المتحده ليل نهار هيكون انديا ليل، يبقى العكس. فاهمين النقطه دي كده؟ How long does it take for the earth to make one complete rotation? How long takes 24 hours to make بيسألها بيقول لها الدورة هتاخد كام عشان تعمل لفة واحدة؟ قالت له 24 hour for this rotation. ده بنسميه باسم الهول داي، اليوم الكامل. Now we will have a rapid fire round of questions. What is that? I will ask you questions and you will answer me quickly and in short. And I get a chocolate as reward. Right. طبعا هما هنا بيضحكوا مع بعض، بتقول له انا هسألك سؤال، قال لها بس انا لو جاوبت تجيبي لي ايه؟ شوكولاتاي. The earth moves from west to east on its axis. What is this movement called? بيقول لها حركة الأرض من الشرق للغرب كل يوم، الروتيشن دي بنسميها ايه؟ نسمع بقى الإجابة. كده شفنا الفيديو، الأخت طبعا بتسأل أخوها بتقول لها لما الأرض بتتحرك من الشرق للغرب ده اسمه إيه؟ قال لها ده الحركة، الروتيشن، الدوران. بتاخد قد إيه؟ قال لها 24 hour. الحاجة التانية الروتيشن دي بتعمل إيه؟ قال لها day and night. أسمع أسئلتكم بقى الناس اللي عايزة تسأل. رغد انا طلعت ولا ايه؟ يا رغد اخبارك ايه؟ طيب جوري ايه الاخبار؟ نعم يا مستر. فهمت كده؟ الحمد لله. هي كده الحصه خلصت؟ لا لسه، انا بطمن بس الناس اللي مش معايا في المدرسه فهموا ولا لا. هنا فهمتي؟ هو فاضل قد ايه؟ فاضل نص ساعة عشان تخلص الحصة. فاضل نص ساعة. طب نطلع يلا الكتاب عشان نحل شوية أسئلة. صفحة وكده ولا هناخد حاجة؟ تمام. 118. ها نطلع 118 مع بعض. أحمد يا هاني أنت قاعد تلعب وخلاص وسايب الحصة، بتعمل إيه على الشاشة؟ مستر اشتريت الكتاب مش عندي. يا حبيبي الحصة متسجلة، أنت نفتح مع بعض يلا الكتاب صفحة 118. مستر هات يا مستر اسلام عايش الكتاب. هجيبها منين يا احمد؟ هي في الكتاب. السؤال الاولاني رغد معاك الكتاب؟ طب يلا يا هانا اول سؤال. ماشي يا مستر. السؤال الأولاني بيقول لي إن اللي إيه بيدور حوالين الشمس؟ شمس.
بيقول لي أول سؤال the نقط rotate around itself and around the sun. السن ولا الإيرث ولا الستار ولا A B and C؟ إيرث. الإيرث تمام. يبقى أول سؤال عندنا هيكون الإيرث. بس عشان المفروض كله هو اللي بيلف. هي النجوم بتلف حوالين الشمس؟ لا. يبقى ما تنفعش. مستر اتفضل يا احمد، طلباتك ايه؟ اسمعك يا مستر. عادي هات صورة الصفحة يا مستر على التلفاز اصل انا معيش الكتاب. ايوه هجيبها ازاي؟ هفضل ماسكها؟ ما هو انا هجيبها ازاي؟ انا معيش تليفون. انا دلوقتي هعملها لك كده ولا هعمل ايه؟ طب يلا انجزي. يبقى أول سؤال عندنا هتبقى الإجابة number. يبقى أول سؤال عندنا هيبقى إيه؟ number B. number B تمام. بي. يلا السؤال الثاني محمد أنس اتفضل. number one the star the earth eggs. يلا محمد اتفضل. مستر سيد مش بيقول لي الارث محور الارض بيكون ماله يا محمد؟ احنا عملنا التجربه وريتك الابره بيدور حوالي محور الارض. ماله؟ عمودي ولا افقي ولا مايل ولا all the previous؟ مايل. مايل اهن واحده بقى ثانية. احنا قايلين مايل يعني انكلايند. يبقى رقم اتنين سي. تلاتة لسه ما ذاكرتش. ما هو انت تتبع ما الكلام ده انا لسه قايله والله في الفيديو قايله في الشرح يا محمد، فانت لو متبه للشرح كويس هتقدر تجاوب. السؤال التالت يلا يا جوري. ها الارض بتدور حوالين محورها مرة كل قد ايه؟ 24 ساعة. The earth rotate around it axis 24. تمام. طبعا 24 ده هنبقى نمبر ايه؟ 3. نشوف السؤال اللي بعد another questions number 4. The axis of earth is inclined. يلا هنا axis of earth او earth axis incline that causes sequence of day and night sequence of four season the hour of day not equal the night b and c. ها هو ممكن يا مستر تفهمني السؤال؟ محور الارض مايل فده بيسبب ايه؟ بيسبب ان الليل او تعاقب الليل والنهار ولا بيسبب تعاقب الفصول الاربعه ولا الليل لا يساوي النهار؟ احنا قلنا ميل محور الارض بيجعل ان الليل لا يساوي النهار في الفصول الاربعه. يبقى هي الاجابه رقم سي لغايه ما نذاكر الدرس. طب ناخد نمبر 5 السؤال الخامس. The sequence of day and night is occurred due to تعاقب الليل والنهار نتيجه لايه؟ اتفضل يا سيف. انا مستر اتفضل. تعاقب الليل والنهار بيحصل نتيجة revolution of earth around sun rotation of earth around its axis rotation of sun around its axis ولا all the previous؟ مستر ينفع تفهمني السؤال؟ الليل والنهار اللي انت شفتهم دلوقتي على الفيديو بيحصل ليه؟ نتيجة دوران الأرض حوالين الشمس ولا دوران الأرض حوالين محورها ولا دوران إيه؟ الشمس؟ لا الليل والنهار دوران الأرض حوالين محورها. يبقى هنا نمبر بي 5 هتبقى بي. نمبر 6 السؤال السادس.
The Earth revolves around the sun. الأرض بتلف حوالين الشمس مرة كل قد إيه؟ رغد؟ اتفضلي يا جوري ها. Number six. Number six. The Earth revolves around the sun. Every 24 hours. لا الشمس. 24 hours. الشمس يا جوري. الشمس. ها. سري 365 كوارت. يبقى الإجابة رقم سي 365 يوم مربع. وده ساعات السنة بتيجي 365 وساعات بتيجي 366 فاخدنا المتوسط بتاعها. اتفضلي محمد سلام. رقم سبعة. ذا سيكونس نمبر 7 7 هتبقى نمبر A ريفولف. برافو عليك يا محمد. تعاقب الفصول الاربعه نتيجه لدوران الارض حوالين الشمس يبقى ايه صح؟ نمبر 8 8 يا هنا يلا نمبر 8 اثناء الشتاء during winter season is north hemisphere day is longer than night ولا night longer than يعني بيقول لي في الشتاء في نص الكرة الشمالي مين اللي بيكون أطول؟ احنا قايلين في الشتاء مين اللي بيكون أطول؟ night is longer than برافو than day برافو. يبقى هنا night is longer than day يعني الليل هيكون أطول من النهار. نحل صح وغلط. السؤال اللي بعده نمبر 1 اتفضل يا سيف. صح. الـ Earth revolves around the sun in 24 hours. لا الإجابة دي غلط. غلط لأن هي مستر أنا كنت عارفاها. تمام. يبقى هنا هنعمل هنا false. false يعني غلط. السؤال الثاني رغد معايا سامعاني ممكن تجاوب؟ ها اتفضلي يا رغد. ها the revolution of earth around the sun causes sequence of day and the night. اترجم رغد ولا عارفه بيقول لي دوران الارض حوالين الشمس بيعمل الدي اند نايت. ها غلط. غلط. برافو يا رغد. يبقى هنا فولس. السؤال الثالث اسمع هنا. The difference of hour and the day night is because the earth's axis is inclined. بيقول لي تعاقب الساعة أو الاختلاف في الليل والنهار لأن الأرض أو محور الأرض إيه؟ مايل. صح. صح برافو ترو. محمد أنس السؤال الرابع. بالطبع. نعم يا سيف. شيء نص ساعة عدت. سيف لو أنت عايز تخرج براحتك. لا أنا بس بسأل. فاضل لنا لسه لغاية الساعة 9 ميعادنا. ميعادنا الساعة 9؟ ميعادنا من 7 أو 7 وربع ل 9. السؤال الرابع in summer season في فصل الصيف the day hour are longer than the night. لا الصباح. ما هو بيقول لي هنا في فصل الصيف النهار او عدد ساعات النهار اطول. صح. صح؟ لا يا مستر مش عدد صح. ايوه يا محمد اتفضل قولي. هو هنا day hour are longer دي صح لان النهار اطول من الليل في الصيف. السؤال الخامس يلا يا سيف. مثلا ينفع الترجمة؟
مستر. نعم. ينفع الترجمة؟ The earth rotates around 8 eggs once every year. الأرض بتدور حوالين محورها مرة كل سنة. صح. لا. مرة كل يوم. يبقى هنغير every year ب every. غلط يا مستر. ب every day. ما أنا قلت غلط خلاص. السؤال السادس محمد سلامة يلا. The sequence of four seasons تعاقب الفصول الأربعة due to the revolution of sun around the eggs. غلط يا مستر. السؤال السادس تعاقب الفصول الأربعة نتيجة لدوران الأرض حوالين الشمس. غلط ليه؟ نتيجة لدوران هي دوران الشمس حوالين الأرض غلط. تمام. هي المفروض العكس. غلط. تمام. السؤال السابع. سابع يلا هنا. صح. سبعة الأيرث ريفولف أراوند ذا صن. برافو هنا. ترو. السؤال الثامن جوري. أثناء الوينتر الدي اند نايت ايكوال. وينتر في الشتاء الاثنين بيساووا بعض الليل والنهار. الشتاء غلط. غلط. انا قلنا الربيع والخريف. تمام. تسعة يلا يا سيف. تسعة مستر. The day in summer season is longer than winter. النهار في الصيف بيكون أطول. أي أيوه. أي ترو. الحمد لله واحدة بس. رغد. السؤال الثالث يا رغد. الأجز of earth is vertical. لا. محور الأرض بيكون إيه؟ بدل vertical دي هنكتب إيه؟ مستر ما عرفتش تجاوب. انا اللي هجاوب. نعم محمد اسكت انا اللي هجاوب لما تجاوب. مستر ممكن اجاوبها؟ اتفضلي. هو يعني في الحلقه من عندك الزوم طالع مني بالغلط. ماشي يا رغد بالنت ساعات بيفصل. طب ناخد فور. In winter season the length of day is longer than night. في فصل ايه الدي بيكون اطول من النايت. ها مين الفصل اللي بيكون؟ عارفه. ها اتفضلي. في الصيف. سمر. تمام. يلا يا محمد يا انس رقم خمسه. فصل ايه اللينس طول الليل والنهار بيكون ايه؟ وينتر. وينتر بيكون الدي شورتر. برافو يا محمد وينتر. السؤال اللي بعده رقم أربعة. Which one four? Phenomena occur when the earth rotates around its axis. رغد. ظاهرة بتحصل لما الأرض بتدور حوالين محورها. ظاهرة بتحدث عندما الأرض تدور حول محورها. السؤال بتاع أربعة. الرابع رقم واحد. لما الأرض تدور حوالين محورها ده بيعمل إيه؟ سيكونس أوف داي أوف داي أند نايت. برافو عليك يا رب. سيف السؤال الثاني. ثانية بس اكتب سيكونس اوف دي اند نايت. اتفضل يا سيف. السؤال الثاني. ثانية بس دي اند نايت. يلا. يلا.
phenomena occur when the earth revolve around the sun. ظاهرة بتحدث عندما الأرض تدور حوالين الشمس. السمر. لا مش السمر بس. المنتر. وكمان. المفروض الأربعة. طيب هنكتب بقى. Sequence of four. ها. Seasons. تعاقب الفصول الأربعة. ثلاثة. هانا يلا السؤال الثالث. Season in which day longer than night. بص أنا عارفها. خلاص دور هانا. دور هانا. دور هانا. نلتزم بالدور. Summer. Summer. برافو عليك. Day longer يبقى summer. برافو هانا. مصر هو بيقول at night. ده حبيبي بيقول لك السؤال الثالث اليوم أطول من النهار من الليل أو النهار أطول من الليل. يلا عندي السؤال الثالث. جوري السؤال الرابع. Season in which day is shorter than night. طيب السؤال اللي بعده رغد يلا الرابع. نعم يا مستر. اتفضلي. Season in which day shorter than night. وانت برافو عليك يا رغد. انت هايلة. برافو. I-N-T-E-O. برافو. نكمل الكمبليت يلا في العشر دقايق اللي فاضلين. السؤال الخامس واحد. جوري كده سمعتيني؟ مستر ممكن اجاوبها؟ يلا اتفضلي. The earth rotates around. The earth rotates around 8 eggs. ماشي هنا كمان. 24 hours. 24 hours. برافو عليك. وممكن نكتب كمان one day. طب السؤال الثاني يلا يا جوري. استاذ يلا يا جو. ثانية بس نوصل بس اعمل بس الأسئلة دي. ماشي. استاذ. استاذ. نعم. أيوة. ممكن ما تكتبش الإجابة بالأرقام كل شوية اكتبها بالحروف. ما أنا مش كاتبها ده رقم السؤال يعني واحد دي رغد رقم السؤال اتنين دي رقم السؤال. أنا قصدي الإجابة يا مستر. ما هي الإجابة كلها بالحروف أهي. يعني سيكونس أوف ديان. ماشي أنا كاتب رقم السؤال عشان أنت ما تتوهيش. السؤال الثاني في الكومبليت. سيكونس أوف داي أند نايت أوكير ديو تو إيه. تعاقب الليل والنهار. نتيجة لإيه؟ تعاقب الليل والنهار. اي عشان ايه؟ ها روتيشن ها اوف ثانيه. ايوه روتيشن اوف داي اند نايت. روتيشن اوف ايرث اراوند ايت سيلف. اراوند ايت سيلف او ايت ايجز. نتيجة لدوران الأرض حوالين نفسها. محمد أنس يلا السؤال الثالث. ها أيوة. محور الأرض بيكون إيه يا محمد؟ The axis of Earth is إيه؟
انكلند. انكلايند. برافو يا محمد، برافو. محمد سلامة لسه معانا ولا خرج؟ السؤال الرابع. شكله خرج يا مستر محمد سلام. تمام، السؤال الرابع يا سيف اتفضل. خرج يا مستر. هو اكبر العوامل الطبيعية والبشرية. الرابع يلا. الرابع؟ اه. The Earth's axis in inclined disk loses is a difference لدينا inclined. لا، الفرق ما بين الليل والنهار او اختلاف ما بين الليل والنهار نتيجة الاختلاف في ايه؟ محور الارض. Day and night. انا كتبتها على الشاشة اهو. محور الارض يخلي دي اند نايت ايه نوت ايكوال. السؤال الخامس يلا يا رغد. هاوين ذا ايرث روتيت اراوند ايت ايجز. ذا بارت اوف ترجم لي السؤال بالعربي. حاضر يا رغد. بيقول لي عندما الأرض بتدور حول محورها الجزء اللي بيكون ناحية الشمس بيكون إيه؟ والجزء الآخر بيكون إيه؟ الجزء اللي هو قدام الشمس بيبقى منور والتاني بيبقى مضل. اسمه إيه بقى؟ داي والجزء التاني داي ونايت. نايت. برافو يا رب. داي نايت. أنت فاهمة كويس أوي، ممتازة. الأرث ريفولف أراوند ذا صن. هنا الأرض بتدور حوالين الشمس مرة كل قد إيه؟ إيه هنا؟ لو ما جاوبتش انا هجاوب. انت جاوبت السؤال. محمد ارفع ايدك وانا هقول لك جاوب. يعني في ريز هاند عندك ارفعها. مستر انا هقولها دلوقتي. اتفضل. 365 كوارت. برافو عليك. كوارتر اللي ممكن تكتب 25. كملي السؤال الثاني 6. والفتره دي اسمها ايه؟ ها الفترة دي سميناها ايه يا هنا؟ انا اقول السؤال سميناها يير. فترة 365 يوم دي اسمها يير. يلا محمد انس اتفضل. 7 فين يا مستر؟ تعاقب الفسفور. اللي بالصفر. Sequence of four seasons. تعاقب الفصول الأربعة due to A. Day and night ولا ها؟ Revolution of Earth around the sun. طب السؤال اللي بعده 8. يلا سيف. سيف خرج. طيب نسمع جوري. يلا السؤال الثامن. الثامن ذا داي ان ذا في
summer. Summer, bravo. طب كملي بقية السؤال. The day in the summer longer than. آه كده خلاص. طيب السؤال اللي بعده تسعة. لا اسمع يا مستر. تمانية. اه وزان ذا دي ان ايه؟ مستر لحظة بقى اللي انا لسه ما كتبتش من اول رقم خمسة اللي انا النت طفى بس. طيب تسعة. خمسة كانت ايه؟ خمسة كانت day و night وستة 305. تمام ستة 350 وربع والير ستة. يلا يا رغد تسعة. The day longer than the night in a season. سم دخلت سبعة. برافو سما. شكرا يا رغد برافو عليك. هنا سمر وينتر. اتفضلي يا هنا. In the A season day is shorter than night. وينتر. وينتر برافو. 11 جوري. The earth revolves around the sun once every day. الأرض استحلف سؤالكم يا 10 صح؟ لا احنا 11. The earth revolves around the sun once every 24 hour. لا sun. انا عارفه انا مش بعرف اقولها بس بعرف. خمسة اللي هو 3 5 تمام ونص. انا قلت هي تمام 365 كوارت. 365 لسه بقيت تمام 11. كملي يا جوري. هواي الايت روتيت اراوند ايتس اكس ان 24 اور. تمام كيف السؤال 12. ظاهرة ايه نتيجة من دوران الارض حوالين محورها؟ يبقى day and night. And night ماشي. كمل يا محمد يا انس. وظاهرة ايه ناتجة من دوران الارض حوالين الشمس؟ اكمل بقيه السؤال. ايوه كمله بقى فاضل ايه؟ فور سيزون. طب جاوب السؤال السؤال 13 بقى لوحدك اخر حاجه. النورث هيموسفير نير تو سان لما يبقى نص الكره قريب من الشمس يبقى الفصل ده في مصر ايه؟ داي. لا الفصل الفصل سمر يا مستر. سمر يا مستر ما انا كتبتها على الشاشه. انا اللي جاوبتها. شفتها من الشاشه ولا جاوبتها لوحدي؟ جاوبتها لوحدي. طيب هنحل الواجب بقى صفحه 120 و121 للمدرسه ولا للزوم؟ لا للزوم مدرسه. انتوا لسه ما خدتوش الدرس. انا فهمت شويه حاجات فيه بس في حاجات ما فهمتهاش. بس كده خلصنا. هنعيدوها تاني المره الجايه. طيب هنا وجوري هنبدا نعيد تاني المنهج من الاول الحصه الجايه. حاضر ماشي. عشان الناس اللي مش حاضرين ما حضروش معايا من الاول. انت ما عملتش تجربه من زمان شويه كده؟ ما انا عملت النهارده تجربه الليمون اهو وعملت. لا في المدرسه قصدي. نعمل تجارب في المدرسة بس التجارب خلص الجزء الجديد كله ما فيهوش تجارب. عايزين اي اسئلة قبل ما اقفل؟
لا مستر. صح، تصبح على خير. لا مستر. انت من اهل الخير. هنا هنا وجوري عايزين حاجة؟ لا يا مستر، شكرا. تعبوا. مع السلامة. مع مع السلامة يا السلامة يا مستر. سلام يا مع حبيبتي. السلامة يا مستر. سلام يا مع رائد. السلامة. سلام يا شكرا يا محمد. مستر. سلام يا سيف. مع السلامة. السلام. سلام يا حبيبي. مع السلامة. خلاص. سلام. اعتذر. حاضر بطلع.